نروح موضوع تاني يا مصطفى، ونروح لمكتبة الإسكندرية اللي نظمت ندوة عن الأمن المائي المصري بحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والمواني البحرية. دور مهم جدا بتقوم بيه مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة والوعي تجاه القضايا المختلفة من خلال منتدى حوارات الإسكندرية اللي بيعقد في شكل لقاءات دورية بهدف نشر ثقافة الحوار وتنشئة جيل جديد قادر على فهم قضايا بلده. وإحنا معاكم في أول حوار من هذه الحوارات بعنوان الأمن المائي المصري، التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة، بحضور عدد من القامات السياسية والثقافية والفكرية. تعالوا بينا نتابع تفاصيل هذا الحوار. لازم يزيد الوعي في استخدام المياه وازاي احنا نؤمن هذه المياه لصالح الاقتصاد القومي المصري وصالح الشعب المصري. عمل توصيات لتأمين مياه مصر سواء في البحر الأبيض والبحر الأحمر أو في الصحراء، وإن شاء الله يعني مصر تحل مشاكل المياه كلها، وفي نفس الوقت يعني يزيد اعتمادها على المياه وتزيد حركة حتى النقل البحري في المواني المصرية، لأن المياه دي رزق. وإن شاء الله نعمل جميعا مع المشتركين في الخروج بتوصيات ترشد استخدام المياه وتحسن من استخدام المواني البحرية في مصر. الحوارية دي احنا بنأمل انها تطرح قضايا كثيرة فيما يتصل بالمياه، وهو ده الهدف الاساسي من حوارات الاسكندرية، ان احنا نفكر سويا، والحوار نفسه بيفتح افاق للتواصل ما بين البشر، بيثبت إمكانية الاختلاف، بيثبت إمكانية إن احنا نأخذ ونعطي ونطرح أفكار ربما تكون مختلفة، في الآخر خالص بنتوصل إلى وحتى ده مرتبط حتى بفكرة الحوار الوطني الذي يجرى في مصر الآن، يعني كما لو كنا جزء منه. يعني الحوار دائما هو كما يقال في يعني إن هو بيفتح الآفاق المغلقة في العقل. الندوة في موضوعها وهو الأمن المائي بمفهومه الشامل بحارا وأنهارا ومصالح استراتيجية، موضوع يحتل قمة أولويات العقل المصري، ولابد أن فيه حقه. والندوة كانت ممتازة من كل الجوانب، محاضرين ومستمعين وسائلين، وأظن أن لابد أن يكون لها استكمال في ندوات أخرى. احنا بنعكف على تنظيم فعاليات بشكل مستمر أو بشكل شهري ما بين ندوات وملتقيات وحلقات نقاش، دورات تدريبية، والموضوع ده بيتم بشكل شهري.